اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطبخكم مطبخ سبا. اليوم مع بعضنا باش نعملو فرفيشة تونسية على قواعدها الزمنية، فيه وحبنينة نمتكم ومنشهيكم. تعمل الكيف اللي حاجته بالبنة وبالوصفة، يقعد معايا للاخر. ما تنسوش تشتركوا في القناة. للفرفيشة متاعنا حشتنا بعروش متاع البسباس، بصل عادي، سنينات ثوم، بصل اخضر، طماطم كعب، فلفل جرون الاخضر العادي. لهنا الكميات كل واحد قديش يحب يعمل. اول حاجة ناخذو الطنجرة متاعنا، نعبيوها كب كمية معتبرة بالماء، نحطها تسخن. في الاثناء نمدو الكسكس متاعنا ونحطو تحته صحن، ونمدو العروش متاع الفرفيشة البسباس، نقصوهم جويدين، وبعد نحطوهم فوق الكسكيس ونخليهم يبداو يتفوروا. اول حاجه نبداو بالفرفيشه، نخليوها تتفور. وتوا ناخذوا البصل نتاعنا، البصل العادي الابيض، نقصوها كمكعبات صغار كيف ما هكا. ناخذوا الطماطم، لهنا الطماطم نتاعي لقيتها تقشرت وحدها، يا اخي كملت قشرتها، تنجموا ما تقشروش الطماطم. كيف كيف قصيتها مكعبات كيفها كيف البصل، وحطيتهم اما بعضهم. وتوا جيت قصيت البصل الاخضر متاعي الفرشك كيف كيف، زاد هكا صغيرات صغيرات مكعبات. وكملت قصيت الفلفل متاعنا، لهنا الفلفل لو كان تحبوا تخليه ذاك القلب الداخلاني الزريعة تخليه، لو كان تحبوا تنحيه. فيما يخصني راني نحيت، خليت شوية كهو. فيما يخص تقشير الثوم، الطريقة هذه سهلت عليا ياسر تقشير الثوم. هكاك نضربه بالسكينة في ساعة في ساعة القشرة تتنحى متاع الثوم، وبعد نفرمهم هكاك بالسكينة ويجيوا على محليهم وسهيلين. وبالحق سهلت عليا تقشير الثوم وتهريسه. بهتول هنا ناخذوا كسرونه نحطوا فيها زيت زيتونه والا زيت نباتي. لهنا خلطتنا شويه منه وشويه من غادي. اول حاجه نبداو نقليو البصل نتاعنا. لهنا المراحل مهمين ياسر، عملتهم بالوحده بالوحده. بديت البصل، خلطت عليه بعديك الفلفل، وبعد البصل الاخضر، والكل هكاك نخليهم يتقليو. وبعد نضيف المكون اللي بعده، حطيت طماطم المعجونه خليتها تتقلى شويه، زدت عليها لهنا الثوم. الثوم نخليش ديريك كي نحط الثوم، بعد نحط معاه حاجه سوائل باش ما يتحرقناش الثوم نتاعنا. هذاك علاش حطيت معاه طماطم المكعبات سايبه الماء نتاعها. وفحات حطيت ملح شويه بسباس، ضفت عليهم لهنا حطيت فلفل مش حار، بابريكا تنجموا تحطوا فلفل حار، وشويه هكا فلفل مهروش هكا موزوز، وخلطهم بالكدا بالكدا. وديريك ضفت عليهم الماء. لهنا دوبا ما فوتت شويه الماء وخليتهم ما يستحقوش برشا يطيبوا. توا جينا للكسكسي. لهنا حطيت كميه كيس ونص كسكسي جويد متاع البكويت. لهنا كميه قد ما تحبوا نتوما، اما اللي عملته يجي مع كيس ونص جاتني بالضبط. حطيت شويه زيت زيتونه خلطتهم بالكدا بالكدا، وبعد ضفت عليهم الماء تدريجيا حتى كل هكا كعبه تشربت الماء وتعبيت بالكدا بالكدا ترويت. اما ما غرقتوش بالماء كيما تشوفوا هكا في الفيديو. توا وقت اللي البسباس نتاعنا طاب، نجيو نضيفو فوقو الكسكسي كيما في الفيديو. البسباس يقعد ملوطه ونضيفو هكا الكسكسي، نسكرو بالكدا ونغطيه ونخليه الكسكسي نتاعنا يتفور. ولهنا اول ما يتفور الكسكسي نتاعنا نحطوه في وسط هكا معجنه، ونبداو نخلطو فيه بالكدا بالكدا. نخلطو الكسكسي والبسباس قبل ما نضيفو الصوص نتاعنا بالكدا بالكدا، هكا نخلطوهم حتى لين يتمزجوا كل ما بعضهم. وتوا لهنا الصوص وقت اللي قريب تحضر نضيفو عليها تابل وكرويه هكا مغرفه باهيه معتبره. ولهنا نسيت الفلفل الاكحل ضفتو في الاخر، مش مشكل. لهنا شوفوا معزة وما شاء الله عليها. وتوا نمد الصوص نتاعنا ونضيفوها على الكسكسي بالبسباس كيما ريتوه مخلط بالكدا بالكدا. توا نضيفو السقا نتاعنا ونبداو نخلطو بالكدا بالكدا حتى لين يتمازج كل شيء مع بعضه. ولهنا ما نحكيكمش على الريحه، بالحق الله وحد. وهاكم تشوفوا في المنظر، وبنا
بنا بنا. وهذوكم فاريونت عملتهم وحدي في الدار مخللات هكا، تنحط لكم الرابط نتاعهم في صندوق الوصف. تعرفوا فرفيشه هكا بقرين فلفل ملح بنا على بنا. حسيلو هذه هي كانت وصفتنا لليوم ودبارتنا لليوم، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتكتبوا لي رايكم في صندوق الوصف. وفي دباره اخرى ووصفه اخرى، وانتم تكونوا بألف صحه وخير وعافيه. وباي باي.